السلام عليكم ورحمة الله، أسعدكم الله وأسعد أوقاتكم. أنا اليوم كنت في رحلة أخذتها من الجنوب إلى الشمال، فلفت نظري أنه إحنا الطيارين في مثل هذه الأيام كنا نحمل هم كبير، اللي هو الأمطار والسحب الركامية، وكنا يعني يقول الله يعديها خير الشتاء ويرجع لها إن شاء الله خير على البلاد والعباد، ويحفظنا ويحفظ ركابنا في السماء وفي الأرض. اليوم يا جماعة سماء المملكة سحابة واحدة ما فيها. نصل إلى تاريخ هذا اليوم من هذا الشتاء اللي العادة من سنين طويلة الناس في هالأوقات يكشتون في الروضات، والخير بفضل من الله سبحانه وتعالى يهل علينا في كل سنة أمطار ونعمة وربيع، إلا السنة هذه. أنا ما يعني أعني شيء معين إنه بسببه، لا لا، قد يكون امتحان من الله سبحانه وتعالى، قد يكون نحن مقصرين، وهذا بالتأكيد أننا مقصرين في الاستغفار وفي العبادات ولا نزكي أنفسنا، لكن التهينا ماء التحلية. خلاص عندك موية في البيت وش داعي، ما في داعي، خلى المطر، ما نبغى المطر. أيام الملك فهد رحمة الله عليه أنا كنت في من ضمن الطيارين اللي رحنا إغاثة للصومال لما جتهم المجاعة هناك. شفت مناظر تقطع القلب، والله تقطع القلب. فسألتهم في المطار هناك، قلت إيش اللي صار عندكم هنا؟ قال لنا سنة ما جانا مطر، مات الزرع ومات الحلال، وبيوتنا ما فيها شيء نقتات منه، وسبب سنة، وحنا تمر السنة تلو السنة ما يجينا مطر. ما أدري، ترى اللي يمنع عن المطر يقدر يمنع عنا موية التحلية. فأكثر الاستغفار، كلنا أهل ذنوب، ولا في أحد منا ما له ذنب ولا عليه ذنب. والله العلي العظيم لولا الذنوب روائح ما كان أحدنا يقبل الثاني، بل أنا شخصيا لو ذنوبي روائح والله ما أقبل حتى نفسي. فخلونا نستغفر وندعي ربنا بأن يغيثنا. والله العظيم مناظر كنت أصورها العام في الجنوب قاسما بالله ولا في أوروبا، من غير مبالغة اليوم أقسم بالله رأيتها في الصومال. الله يرزقنا من فضله. تحياتي للجميع.